على انا مدار بشرب دلوقتي، انت بتكلمني وانا بشرب زنجبيل ايوه. لسبب بسيط جدا. طب يا دكتور، امال ليه مرضى القرحة في المعدة ومرضى الضغط العالي بيخافوا من الزنجبيل؟ برافو عليك، ده سؤال مزدوج جامد ده. طيب بس قبل ما اجاوب على السؤال الجميل ده، انا نفسي اضافه صغيره على التقرير الهائل اللي الدكتوره منار قالته عن البرد والدرجه البروده دي، اللي بنصح كل اللي رايح شغله دلوقتي وكل اللي في الشتاء بالذات وفي طوبه ان هو يلبس 3 طبقات، يعني يلبس الملابس بتاعته 3 طبقات، لاني بكلم حضرتك دلوقتي والشمس باينه قدامي، لكن ده مش معناه ان الشمس درجه الحراره كويسه، لا برد. وبالتالي كل ما تلبس طبقات، لو لقيت الشمس تلبس واحده زياده، ما لقيتش يعني لقيت البرودة تلبس واحدة زيادة، لقيت الشمس تخلع واحدة، لكن لازم يكون معاك في إيدك أو في العربية أو على العجل أو أي حاجة، وحاجة زيادة من الملابس عشان تقدر تتحكم في درجة برودة الجو. أجي للسؤال المهم بتاع حضرتك، أمال ليه الناس اللي عندهم قرحة فعلا؟ سؤال جميل جدا ومهم جدا، لانه الجنزبيل وكتير من النباتات العطريه بالنسبه ده مش هو لوحده ممكن يؤدي الى قرحه المعده لو زادت الجرعه، يعني العلماء او الاطباء في النباتات. بالمناسبه عايز اقول قبل ما اقول الاجابه دي، ان النباتات العشبيه دي او الحاجات العشبيه تعتبر من الادويه يا جماعه، مش بناخدها هاب هازارد او بناخدها على كيفنا او بناخدها بلا جرعات، لا بالعكس، في اوروبا او في امريكا كل ده بيتاخد بالجرعات، يعني على سبيل المثال الجنزبيل 4 جرام في اليوم بس، وبالتالي لو حضرتك تجاوزتي القدر ده طبعا هيزود لك الحموضه، طبعا ممكن يعمل لا قدر الله وعندك قدره عندك قرحه او مسببات ليها او ريسك فاكتور للقرحه ممكن يزودها. وبالتالي دايما في كل كلامنا على الاعشاب ومن ضمنها الزنجبيل ان هي مفيده جدا، ولكن تؤخذ بقدرها، لا تؤخذ يعني كل ما احنا قاعدين نزود الحاجه، لا نحاول نطلع على النهارده الانترنت والتشات جي بي تي والارتفيشال انتليجنس، ما خلاش حد في الدنيا يبقى حاجه غايبه عن المعلومات، فكل واحد لانه مش بس اللي عنده قرحه يا استاذه منا، لا ده بعض الحوامل يعني مع ان الزنجبيل مفيد للحوامل عاده اذا كان متاخد بالكميه الغذائيه العاديه وبالطعام اللي هو يعني كانه بيتاخد بطريقه عاديه مش زودناه، مفيد للحوامل، وانما لو اتاخد زياده عن اللزوم قد يؤدي الى زياده في بعض البليدنج او بعض الدوره الشهريه ويزود على الحوامل، يعني ممكن لا قدر الله يحصل احتمالات للاجهاض لا قدر الله، بسيطه طبعا لكن احتمالات بسيطه، لكن دايما لازم ناخدها في الحسبان، وبالتالي الحوامل لازم يستشيروا الطبيب. المرضى الشديد سواء سكر او سرطان، مع ان الزنجبيل في الامور العاديه والجرعه العاديه مفيد جدا، لكن اي مريض لازم نقول له انه لازم يستشير الطبيب قبل ما ياخد الجرعات دي. زي ما تفضلتي الزنجبيل مهم جدا للسيدات حتى خاصه في البشره، لانه في ملين شويه ويخلي جمال البشره، لكن زي ما بنقول دايما بالجرعه المطلوبه اللي لا تتجاوز 4. الجنزبيل ايضا مفيد جدا للعمليه الجنسيه للرجال القدر الكافي. اذا الفكره ايه من انت وصفه حضرتكم او حضراتكم، ان احنا دايما الاكل او الطعام او الادويه لازم تتاخد بقدرها، ما نقولش ان دي حاجه طبيعيه وبالتالي نفرط فيها لا اطلاقا، لانه حتى الاعشاب مقدده، يعني واحده ان شاء الله بدأوا من خلال برنامجكم الشهير ان احنا عندنا الحمد لله اجهزه قويه جدا، عندنا مؤسسات زي الاف دي اي في امريكا والاف دي اي دلوقتي في السعوديه فيها اف دي اي بتحط الجرعات لكل النباتات وكل اي، ما تقولش مثلا هاخد كركم هاخد جنزبيل هاخد، لا كل 4 حاجه جرام بتدي زي ما ليها حضرتك جرعات ولها صحيح. تقييم ولها دوز، والاكثر من كده بتبقى اوفر دوز تتحول من الفايده الى ضرر، وبالتالي عايزين نقيم كل حاجه، لانه حتى الميه يعني حتى البره الميه اللي هي الكل وخلقنا من الماء كل شيء حي، لكن لو زودت في الميه ممكن يحصل اوفر اكسكيشن، فاللي عايز اقوله الاعتدال دايما في كل حاجه صحيح. ويبقى مفيد جدا في الجنزبيل. صحيح. عايز اقول كمان كلمه لطيفه جدا، طعم الجنزبيل ده مفيد يا سبحان الله، لو انت بتقرا القران النهارده بظروفها كده حقيقي بظروفها، وانا بدور على قبل اللقاء دايما بحاول اعمل الهوم ورك بتاعي، فلقيت ايه لطيفه جدا ما شاء الله، ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا، يبقى احنا عايزين ناخد الكاس بتاعت الجنه دي وناخد الفوائد المضادات الالتهابات بتاعتها وناخد مضادات الاكسده، و كمان فيها حاجة مفيدة جدا انها بتزود الايض اللي هو معدل قدرة الجسم على حرق
الدهون، أي. حرق الكربوهيدرات، وبالتالي قد تساعد ايضا على طقس الوزن.